السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هذه الحلقات أردنا أيضا نقدم، طبعا لدينا أكثر من 500 تجربة من تجارب المستفيدين حول العلاج بالماء الساخن. هاكوا ريفيتالايز هو طبعا هاكوا بمعنى حط أكوا، أي الماء الساخن. ريفيتالايز أي إعادة الإحياء، إعادة تنشيط، إعادة جسم الإنسان كما خلق في أحسن خلقه، الجانب الجسدي والعاطفي والعقلي والروحي. هذه بعض التجارب، لدينا كثير من التجارب أيضا في نفس هذه الحلقة، لكن نحن نقدم على حلقات. يعني هذه التجارب تتعلق بمرض جذر المعدي المرئي، أمراض الجهاز الهضمي، متلازمة القولون العصبية، الإمساك وإلى آخره. التجربة بالحالة الأولى، شفاء امرأة من الحموضة، ارتجاع المرئية المعدية والربو والسعال والصفير وانتفاخ المعدة، أي التجشؤ. ماذا قال المستفيد؟ لماذا قالت المستفيد هنا؟ شكرا جزيلا على هذا الفيديو دكتور فارس المغرو، أعطاني حقا مساعدة كبيرة. منذ 3 سنوات عانيت من الجزر المعدية المرئية أو الحموضة وتفاقم أيضا إلى الربو لدي، وتسبب السعال دون توقف والصفير وضيق التنفس. لقد قابلت العديد من الأطباء في المستشفيات في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، ولكن حالتي ازدادت سوءا. ظلوا الأطباء يكتبوا لي وصفات من الأدوية القوية التي أدت إلى تهيج أكثر لمعدتي وأثارت ارتجاعي المرئية. الأدوية كنت أشعر تقريبا بالإحباط، ثم نصحتني والدي العودة إلى الفلبين، يعني يبدو هي جنسية الفلبينية، لأخذ رأي ثاني في العلاج. نصحوني الأطباء بعمل الجراحة بالمنظار، نيسين، أي هي عملية نيسين لطي المعدة، والكثيرين يعلمون هذا، لوقف ارتجاع الحموضة. فعلت العملية سبحان الله. العملية تمت بعد أن عدت إلى الإمارات العربية المتحدة، ولكن لا زال أعاني بشكل أسوأ. اختفى السعال وضيق التنفس، ولكن انتفاخ المعدة وانتفاخ البطن والتجشؤ وجزء من الجراحة لا زال يؤلم. يا الله، قلت لنفسي هو هذا العقاب لي؟ ثم بعد كل شيء وجدت الفيديو الخاص بك عن العلاج بالماء الساخن، ثم جربت حتى الآن الحمد لله، إنها معجزة كبيرة. جميع الأعراض اختفت، معدتي لا يعود ينتفخ على الإطلاق، اختفى التجشؤ، أشعر بخير بعد أن بدأت العلاج. شكرا جزيلا دكتور فارس، أنت هدية من الله، والحمد لله رب العالمين. الحالة رقم 2، شفاء امرأة من أمراض المعدة والقولون. أخوي، نعم، الماء الساخن يشفي من أمراض المعدة والقولون، لأنه يعمل على إذابة الدهون والعوالق والانسدادات من الدهون المتحجرة. خلال السنين الماضية وعن تجربتي، ما شاء الله تركت حبوب القولون التي لا فائدة منها، وحتى أهلي قد شفيوا من القولون والكوليسترول والسكر والسمنة والجلطات. سبحان الله. الحالة رقم 3، تحسين امرأة من حرقان المعدة وسوء الهضم. ولله والله يا دكتور، اليومين إلى فاتوا جاني حرقانة لأنك أكلت أكل على أكل. المهم أول أمس نمت وقمت
وأحس أن الأكل ما انهضم. بس أمس شربت ماء ساخن قبل النوم وصحيت وأنا أحس بوخزات الجوع، يعني الأكل انهضم برغم أن معدتي كانت متعبة قبل النوم من اثنين منتصف الليل، يعني الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى الساعة الثامنة صباحا. الحمد لله كنت مرتاحة، بس ما كان نفسي أني أكل فطور الصباح. بس لما صحيت الساعة الرابعة فجرا صباحا، الساعة الرابعة ظهر يبدو العصر، شعرت بفراغ المعدة واستعدادها لأكل جديد. وأي أحد يشكولي من عدم نزول الأكل ومن حرقة المعدة أنصحه بنصف كوب ماء عادي والنصف الآخر مغلي بحيث تصبح حرارة الماء 50 درجة مئوية، عفوا 50 درجة كما كتبت في درجة الحرارة المثالية أقل من الشاي بقليل. هذه فقط ثلاث حالات أردنا نحن نقدم لكم، ولكن لدينا كثير من الحالات ونحاول نختصر في مقاطع فيديو في الحلقات. كل ذلك دليلا فعلا إنها معجزة ربانية، هذه المادة السهلة والرخيصة كما وفي متناول الجميع، كما أعلنت قناة MBC الفضائية في دبي لما الإمارات العربية المتحدة في خلال لقائنا في عام 2012. نعم مادة سهلة رخيصة في متناول الجميع، لكن تحمل أسرار مخفية عظيمة لم يكشفها التاريخ، لم يكشفها التاريخ. ونسأل الله تعالى جل وعزة ينعم عليكم موفور الصحة والعافية، لا تقلل من هذه الفوائد العظيمة. إن ما نفعك لن يضرك حتى تزيل عنك الشكوك. امضي قدما، طبق جميع التطبيقات الصحية والعلاج الستة للماء الساخن لتكتشف فعلا عما يحمل هذا، هتحمل هذه النعمة الربانية معجزة إلهية من عند الله تعالى نفع لكم، ونحن ليس إلا مجتهدين نفع لكم جميعا. وعزائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع السلامة.